بس سحبت ومشيت بعيد، ممكن تكون مشيت بس شوية شوية. مش مسار دي رد مسار تأكد السحبة الطويلة دي بتاعتك تهيألي أتخيل أنزل دي بس جاي علينا جاي علينا مش مسار خليها تتهدى شوية مش بصار البصار وهو بيجري بينط هي سحبت مرتين ثلاثة فكانت المفروض هتنط في الشوية دول التقل ده كده ان شاء الله زريد بس ما تطلقهاش قوي لو هي بتشد عليك جامد يعني مش قادر احكم طبعا السنارة بتاعتك خفيفة بقت قدامك ومش صاحبة لخمة برضو مش صاحبة لخمة بس ما غطيتش الليل قوي انا بقول لك شكلها زريدة زريدة تبقى بالظبط بسم الله الرحمن الرحيم عارف يا نادر دي لو مش زريدي هتبقى هموت ان شاء الله هموت بيتحرك كده لا بيتحرك او الزريدي بسم الله الرحمن الرحيم على فكرة احنا ما رناش حاجة سبت ده؟ متقاوم لما تيجي على الشط كمان بتتجنن اه طبعا لو بتقرب على الرملة كينج ولا زريدي كبير كينج كينج متهيألي كينج مش قادر بصار مش ممكن
طب ازاي بقى الاسعار ما نطش؟ هي دي فيها حاجه؟ والله مش عارف، انا عيني عليها من طلع. دي بصار مش ممكن، بس قاومت جامد جدا وبعدين ما نطتش ولا مره كمان، حاجه غريبه يعني. ما شاء الله ما شاء الله. لا واحدة، لا مفيش. فيها سهم. ما شاء الله ما شاء الله. غالبا ايه، راحت خدت السنارة التانية.